مثلا ناخذ عندي هون اكزامبل، اول اكزامبل ووتر بامب. ووتر بامب هذه هون سنترفيوغال، نفترض عندي هون ووتر بامب. ووتر بامب ايش السنترفيوغال؟ دايناميك. ايش الكل بيعرف الفرق بين السنترفيوغال بامب اللي هي ستاتيك والدايناميك؟ ايش فكرة السنترفيوغال؟ فكرة السنترفيوغال انها هي بتلف السائل على سرعة معينة دورانية. اوكي ماشي واضح؟ فيها هلا احنا لما بتلف شيء على سرعة معينة ايش بحاول يعمل؟ الطرد المركزي بحاول يدفشه. فلو انا عندي هون الحجرة هاي والحجرة انا هون عمالي بدفش بلف هذا السائل على سرعة معينة، ايش بده يحاول السائل يعمل؟ بحاول يطلع من هون، وانا بكون موفر له مكان يطلع منه من هون. فكل ما زادت السرعة، هذه مش بوزيتيف ديسبيسمنت. اوكي، ما باخذ كمية معينة من الفلويد وبنقلها، السنترفيوغال بامب مبني مبدأها على اني بلف الليكويد على سرعة معينة، فبصير في قوة طرد مركزي، الكل بيعرف شو قوة الطرد المركزي؟ ها؟ هذه بنسميها دايناميك بامب. مش ستاتيك بامب، دايناميك بامب او سنترفيوغال سيستم. فبتلف عندي على سرعه معينه وبعدين بعمل ضخ للمي على هلا عاده هاي السرعه هون ما في حاجه اني استخدم جيرنج، لانه لو كانت عندي هون 1500 ار بي ام مثلا 1000 ل 1500 ار بي ام ما فيش مشكله. فهون ايديلي ما بحتاج اعمل جير، ما بحتاج استعمل جير، وممكن اخليها على السرعه هاي. شو الاشي التيبيكال الايديال للتطبيق؟ سكورين كيج اندكشن. فراح تلاقي اغلبيه التطبيقات 95% ما اظن راح تلاقي يعني 95% من التطبيقات زي هاي نستخدم فيها سكورل كيج اندكشن. اوكي ماشي واضح لهي؟ ايزي تو مينتين، ما فيش عندي لا سليب رينجز ولا عندي برشز ولا عندي شيء، الرينج الباور تبع الرينج هذا مناسب، لا في عندي بوزيشننج اكيورسي، ما فيش مشكله بوزيشننج اكيورسي مضبوط. سبيد رينج حتى سبيد رينج ممكن اغيره، هلا اذا بدي اغير السبيد رينج ايش ممكن استخدم؟ يعني اذا بدي اغير كميه الفلو شو ممكن استخدم؟ اذا هون احتمال كبير استخدمه مع بي اف بي اف بي اس تي، نو نيد فور ا جير بوكس. يعني هون راح تلاقي اذا بتطلع كثير من هدول الشركات اللي ببيعوا البامبس راح تلاقي بيجي الاندكشن موتور مباشره بنشبك مع البروبيلر تبعت السنترفيوغال، ما فيش بينهم اي جيرنج. فبعطيني السرعه هذا، اذا بدي اغير السرعه، ليش بدي اغير السرعه؟ عشان ايش اغير؟ الفلو. اذا بدي اغير الفلو ريت بقدر اغير السرعه تبعت هذا وبعدين بتغير معي الفلو ريت بالهذا. اذا هذا اول تطبيق. نعم. يعني السؤال في الدرايف عاده معظم التطبيقات انا اللي شفتها، انا ممكن اكون غلطان اطلع اشوف، بس انا معظم اللي شفت ما بده جيرنج، لا ما بده جيرنج، ما تطلع السرعه عاده راح تلاقي اصلا هي مصممه على هذه السرعات، بتشتغل على هذه السرعات، فراح تلاقي ما في جير بوكس بينهم. نعم. ترى هذا السنتريفيوغال بستخدمه البرشلس دي سي موتور. برشلس دي سي تمام، اوكي، ما بستخدمه سكول كيج اندكشن موتور؟ لا بالعكس مثلا ممكن خليني اطلع اشوف، انا اللي انا شفت كثير بستخدمه سكول كيج اندكشن موتور، بس يمكن يكون كلامك مظبوط، بستخدمه برشلس دي سي. بالبيت شيء زي بالبيت البيت سنجل فيز اندكشن اللي بالبيت سنجل فيز، بس كنت بتحكي عن تطبيقات صناعيه. اوكي ماشي، خلينا نطلع نشوف. انا اللي بعرفه كثير من التطبيقات هاي بتستخدم سكول كيج اندكشن موتور مع فيربل فريكوس درايف، بس يمكن يكون في تطبيقات كمان ثانيه بتستخدم برشلس دي سي موتور. اوكي نعم. هذا مش لازم مش نعرف شو الفلوريت المطلوب. طبعا طبعا هون هلا بصير، وفي عندك بعدين السنترفيوغال بامب ايش راح تكون في علاقه بين ايش وايش؟ بين الهيد الميترز عادة والفلوريد. هتلاقي في خط زي هيك. اوكي دكتور. اوكي نعم. طب مهم شيء كمان بتعتمد على الانيرشا تبعت الانفلر جوا البامب، يعني كل ما كانت البامب اكبر كل ما لازمها توك اكثر علشان تتحرك. تمام تمام. هذه هو هلا هو البامب نفسه رح يعطيك هذا الدايجرام، وتذكروا على فكره سكول كيج اندكشن موتور عندنا رح يكون في شيء زي هيك مزبوط انستيبل مشكله. هاي رح تكون ستيبل. اوكي ماشي، اذا هذا اول مثال من ناحيه السلكشن.